حبيبي انا مش مصدقه انك بتتكلم جد. ايه شك فيا ولا ايه؟ انا مش ممكن اشك فيك يا حبيبي. غريبه قوي، مع انك لازم تشك فيا. ليه؟ هقول لك انا ليه. عشان انت بقيتي تقيله قوي على قلبي ولازم اخلص منك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا وحيد. يا ترى الحاج هنا؟ خرج من بدري. ما هو كده غاب القط العب يا فار. شفت يا سمر؟ شفت يا بوكي؟ ما هنش عليه حتى يستناني يطمن عليا. معلش حبيبتي. معلش يا دلال يا حبيبتي، معلش لازم تعذريه عشان شغله وظروفه. فضلوا الغدا، حسونا مجهزه لكم. يا وحيد يا قمر، ربنا ما يحرمنا من حميتك. الله، امال فين جنة؟ بتوضب اوضة ست دلال. والنبي يا ام كلمي سيد قولي له ان انا رجعت البيت. حاضر يا بنتي. اراهنك تليفونه مقفول. عيب يا وحيد، ما صحش كده يا ابني. اللي ربى. ايه ده؟ ايه دي المفاجأة اللي انا قلت لك عليها يا بنتي؟ المفاجأة فيلا؟ حاجة قليلة؟ لا طبعا، دي كتيرة قوي. انت بتعمل كده ليه يا سيد؟ انا شايف ان ده قليل عليك. مش عارفة اودي جمايلك فين. ولا جمال ولا حاجة. لا ولسه الجماعة الموظفين اللي ما يساووش 3 مليم اللي جولك دول، انا اتقصيت وعرفت انهم مزقوقين من جد. طب والمخالفات اللي عاملينها لي؟ ولا يهمك، انسي كل ده. مش عارفة اقول لك ايه يا سيد بجد. ميرسي. ما تقوليش اي حاجة دلوقتي، انا جايب لك 2 بودي جاردات اهم وهسولك العربيه، والفيلا قدامك ومن دلوقتي تتصرفك. اعملي فيها يا بنتي اللي انت عايزاه. تعالي افرجك عليها بقى. هموت من سيد يما، هموت، مش قادره، قلبي قايد نار. ليه يا بنت؟ هو كان عمل ايه؟ ما انت اصلك ما شفتيش العقربه اللي جت من كام يوم المستشفى وخدته في دراعها وهي ماشيه. لقاء مرات جد؟ ما عادتش مراته يما، جد طلعها خلاص، وشكل كده الحاج سيد بيرسم عليها. ضحكتني يا بيت. بيرسم على مين؟ هو الحاج سيد لسه فيه نفس يرسم ولا يلوف؟ ما هو شكله كده ياما بيرسم على حاجات تانية. حاجات تانية؟ زي ايه يا بيت؟ ما تتكلمي. شكله عايز يتجوزها ياما، وساعتها هنطلع من المول بلا حمص. يتجوز مين؟ هو تهفف نفوخه؟ شكلها كده سحراله. ده ايه الخيبة اللي بقينا فيها دي يا ربي؟ طب والعمل هنتصرف ازاي؟ مش عارفة ياما، مش عارفة ياما، مش عارفة. طب ما تقولي ليوسف، يوسف أقرب واحد لأبوه، وبعدين الولد ده بتاع مصلحته، يعني يهمه إن مفيش واحدة غريبة تيجي تلها في القرشين. ما هو يوسف ضعيف قدام سيد وما بيقدرش يعمل معاه حاجة. الوحيد اللي ما بيفرقش معاه هو إيهاب. المهم أنت يا بنتي حافظي على اللي في بطنك، هو ده اللي هيضمن لك مستقبلك. بت يا جنة، عايزك في حاجة مهمة قوي. ايه بت يا جنة دي؟ مالك مش مظبوط كده ليه؟ اصل انا مبسوط، مبسوط قوي على الاخر. وايه اللي بسطك؟ وفي حاجة بتبسط اليومين دول؟ في موضوع لو حصل هيفرحك قوي. يا ناصر، فوازير النبي يا وحيد. مش فوازير ولا حاجة، أنا بس
أتأكد من نفسي وأقول لك. ماشي يا وحيد، اتأكد براحتك. طب اعملي لي كوباية شاي على مزاجك. من عيني. تتسلم لي عيونك يا جنونة. ايه جنونة دي؟ جنونة دلع اسمك، ولا اقولك يا جنينة؟ لا قولي يا جنتي. طب بثبتيلي. ايه بثبتيلي دي؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ دلال فين؟ دلال فين؟ ازيك يا يوسف؟ اهلا. دلال فين؟ في اوضتها يا سيوسف. هو في ايه؟ فين الفلوس يا دلال؟ يا اختي مش تخبط وانت داخل. فلوس ايه يا يوسف؟ وايه الطريقه اللي انت دخلت عليا بيها اوضه نومي دي؟ فين ال 2 مليون جنيه اللي انت سرقتيهم من كمال؟ لا 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 لا، ده انت تقف اعوج وتتكلم عادل. اصحى لنفسك وفوق، مش بنت انا يتقال لها سرقتي. انت مين اللي قالك تكلمي؟ انا اذنت لك تفتحي بقك؟ وايه اللي كان مقعدك على سرير ابويا؟ اطلعي وليا بره، بره يا وليا، امشي. ايه يا يوسف ده؟ انا ما اسمحلكش تتكلم مع ماما عادل، احسن والله. لا 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 لا، بقول لك ايه؟ هو خدهم بالصوت ولا ايه؟ الفلوس دي لو ما رجعتش هلبسك انت وامك، دي مصيبه سودة. عايز مني ايه يا يوسف؟ ايوه عايز منها ايه يا يوسف؟ يا وليا انت امشي بره، انت مالكيش فيه. امشي يا وليا اطلعي بره. خلاص يا ماما دلوقتي حقك عليا. مش هفوتها له عشان تبقي عارفه. حقك عليا يا ماما. يلا. الله. افندم زكي حكالي على كل حاجه، الخطة اللي انتي رسمتيها عشان تستولي على الفلوس، واللبش اللي حصل بينكو وانتوا بتقسموها. زكي ده نصاب وتلاقيه بيضحك عليك. يا حلوة، ده انتي متصورة صوت وصورة. طب تحب اسمعك ووريكي؟ بأمارة ما جه قالك ان الرجاله اللي نفذوا العمليه هياخدوا مبلغ اكبر، وانت اتخانقتي معاه وبعدين رجعتي صالحتيه وقلت له الجايات اكتر. وافرض خدتهم. ها ها ايه؟ لا لا، يا واكل قوتي يا ناوي على موتي. لو عايزها بنت الناس تعيشي في اليغمه اللي انت فيها دي انت وامك، الفلوس دي لازم ترجع لي. ولو ما دفعتش هتعمل لي ايه يعني؟ لا حول الله ولا هعمل حاجة. هعمل ايه يعني؟ انا اصل انا راجل مسالم يا دلال، انا مش بتاع مشاكل، انا راجل سلام مش راجل حرب. انا كمان بقى يا يوسف ماسكة عليك حاجات واقدر اقولها لسيد. حاجات ايه بقى؟ شغلك اللي بتعمله على جنب انت وزكي، خنصرتك من الايراد، الفلوس اللي بتاخدها تعمل بيها شغل لحسابك وترجعها، وزباين ابوك اللي بتشيلهم بضاعتك دي بقى يا حبيبي قصاد دي. لا يا حبيبتي، دي مش قصاد دي. عارفة ليه؟ عشان انا لو قلت وانت قلتي انت اللي هتخسر اكتر مني بكتير. تعالي يا دلال، تعالي يا دلال واعرفي ان انا سبب الخير اللي انت فيه ده. ده انا اللي اقنعت ابويا ان هو يتجوزك، وبعد كده اقنعته انه يجيبك انت وامك ويعيشكم معانا هنا في اليغمه في الفيلا. وانا يا يوسف ما بنكرش ان انت وقفت جنبي. ايوه ايوه كده، والا العكس هو اللي هيحصل. زي ما اقنعته انه يتجوزك هخليه يطلقك، ومش بس كده، يفتح الباب للقاء ويتجوزها. امال ايه؟ وتيجي بقى وتعيش في الفيلا وتشوف اليخمه وكلها كام سنه وتورث في ثروته. ما تنساش اني حامل، وان اللي في بطني ليه فرصه ابوك زيه زيك بالظبط. صدقيها فاتتني الحكايه دي، بس ممكن ما تبقيش حامل. امال ايه؟ الله، ده هي زقه تانيه كده صغيره من على السلم ومش بايدي. ولا هيبقى في حامل، ولا هيبقى في نونو، ولا هيبقى في ورث، ولا هيبقى في حاجه. بلاش انا، بلاش انا بالذات. الله لا يسيئك يا شيخه، بلاش تقف قصاد انا بالذات، بلاش. بس الفلوس مش هقدر ادفعها لك كلها. صرفت منهم كام؟ جزء راح في تنفيذ المهم وجزء اتصرف، ومش باقي غير 1,200,000 جنيه. تصدقي بدات تتكلمي حلو؟ لا صحيح، بدات تتكلمي حلو. طب اسمعي بقى مرات ابويا، 1,200,000 هيبقوا معايا النهارده، والباقي هتكتبي لي بيه شيكات متاجله. شيكات ايه يا يوسف؟ وهدفعها لك ازاي؟
الله. مرات سيد الدقاق مش عارفه تقلبه في 800,000، امال عايشه مع ليه؟ هو انا عارفه اخد حاجه؟ ده انا عايشه بلقمتي هنا انا وامي. معلش معلش، بس انت ناصحه وحظك ماشي، هتعوضي خسارتك. المهم الفلوس تبقى عندي الليله دي 1,200,000، باقي الارنبين بقى هتكتبي بيهم شيكات وتحطيهم لي تحت مخدتي. ارجع من بر لا، هكتب انا الشيكات ديت وانت تمضيهم قدامي، المهم ان المبلغ يبقى عندي الليله دي. بس انا الفلوس مش معايا هنا يا يوسف. ماشي، هديكي فرصه لغايه بكره. يلا، عايزه حاجه؟ سلام. يوسف خير؟ خير يا لو الحاج عرف الحكايه دي انا هكشف المصدوم وهقتلك. والله لو اللي اتفقنا عليه تنفذ يا دار ما دخلك شر، انما بقى لو ما تنفذ انا هقتلك وهقتل اخويا، اخويا اللي نفسي اشوفه. بقولك ايه، انا هعتبر ان عصبك خانقك ماشي، بس انت عارفه يوسف، يوسف ما بيشيلش من حد وقلبه ابيض زي البفته البيضة، وعشان اثبت لك كمان ان قلبه ابيض انا هفطمك. خدي بالك من جوزك عشان ناوي يتجوز لك بابا. شفتي بقى؟ شفتي ان انا جدع معاكي؟ سلام يا دلو. كان بيقول لك ايه الموكوس ده؟ يظهر ان بقى كله سراب ياما خلاص. لا يا دلال، اوعي تتهتي يا بنتي، اوعي تشمتي فيكي عدوينك. لازم تفكري كويس عشان تعرفي راسك من رجليكي. ابنك في بطنك ربنا يحفظهولك، الولد ده هيبقى له في كل اللي يملكه الحاج. انا قلقانه قوي يما. ما انا سبق وقلت لك يوسف ده بتاع مصلحته، ما تخافيش منه. المصيبه مش في يوسف، المصيبه في الراجل الشايب العايب اللي عايز يتجوز عليا. ريدنا بالهم والهم مش راضي بينا. اعتبريها اشاعه كما انك ما سمعتيش. اضحكي عليه، خدي تحت جناحك ما تخافيش. ياما لما يوسف بيقول حاجة ما بتبقاش إشاعة، بيبقى كلامه مظبوط. بيبقى عايز ينكد عليكي وبس. لا ياما لا، اللي بتقوليه ده مش صح. طب والحل؟ لازم أدي الفلوس ليوسف الأول وبعد كده أفكر هعمل إيه. رايحة فين بس؟ رايحة الشقة وراجعة تاني ياما. يا بنتي خلي بالك من نفسك، ده أنت لسه تعبانة. ما أنا زي القردة قدامك أهو، سيبيني. على دماغك المكلفة دي. عارف انت يا جو، اول ما تموت بعد عمر طويل يعني ما بعد الشر عنك يعني، هياخدوا مخك ده ويحطوه في بطرمان ازاز صغير كده في قلب متحف في فاترينا ازاز، ويكتبوا تحتيها كده بمية الذهب: هنا يرقد مخ يوسف الدقاق. اصلا مش عايزة فتاكة يا زكي، واحدة جاهلة كده اول مرة في حياتها تشوف مبلغ زي ده، هتعمل بيه ايه؟ ولا هتشيله عند حد من قرايبها، ولا حتى هتستأمن انها تشيله في البنك، اكيد في شقتها اللي مقفوله. ايوه بس عدم المؤاخذه جو، يعني انا اللي محيرني انت جبت المفتاح منين؟ عيب يا زكي،
أنا بعون الله أي مفتاح في سلسلة مفاتيح سيد الدقاق عندي منه نسخة تانية، ما عدا مفتاح خزنة البيت، ده ماليش فيه بس بمزاجي. أه طب هو ما تأخذنيش يعني في السؤال، هو أنا كده جو يعني ما بقاش كفرت شوية عن ذنوبي؟ أه يا أخويا، بس هو عايزك يكون حد شافك وأنت داخل عند الولاية دي ولا أنت خارج من عندها؟ عيب أشوف. أنا برضو هيبقى مخي في بطرمان أصغر شوية جنبك ومش هيبقى مكتوب عليه بموية الدهب، ما أنا زاكي برضو. لا مش لدرجة بطرمان، ما تتمرقش عليا يا زاكي. طب بقول لسعادتك إيه صحيح؟ هو الحاج سيد مختفي فين؟ حاج سيد يا سيدي عايش في بحر العسل اليومين دول، بس بيحضر حتة مفاجأة هتطلع من نفوخ دلال وامها وكمال واخواته. يا ابن الايه عليه حته دماغ، لعيب كبير قوي الحاج سيد الدقاق ده، دماغه متكلفه صحيح. طلع لي وانت ناوي تعمل ايه مع دلال يا شو؟ ولا حاجه، هكتبها شيكات بالمبلغ وخلاص. متنساش برضو ان هي مرات ابويا. عشان كده اعمل ايه؟ توعيه يا فرح يا حرام يا جبل. اتسرقت يا يوسف. لا حول الله، ازاي حصل الكلام ده بس؟ يا ساتر. بقول لك يا دلال، ما بلاش الافلام الهند دي، مش عليا. حياه اللي في بطني ان شاء الله يا رب يا اخي عدو. بعد الشر يا ساتر، بعد الشر. الله ما تدريش على اخويا كده، الله هتزعليني منك كده يا دلال. الله ما احبش حد يجيب سيرته كده. قولي لي بس اتسرقت ازاي يا دلال؟ حد دخل شقتي يا يوسف وسرقني. مين هو اللي سرق؟ مفيش غيره النتل الجبان اللي اسمه زكي، هو اللي سرقني. زكي ما لقيتيش غير زكي؟ اطهر قلب في الوكاله، تشك فيه برضه؟ طب ايه رايك بقى ان انت ظلماه؟ ايه رايك بقى ان انا بعته اسكندريه بقى له 4 ايام ولسه واصل قبليكي بدقيقه واحده، وانا اللي بعته بنفسي؟ بقول لك يا دلال، انت هتمضي شيكات ب 2 مليون وانا هديك فرصه، بس سيبك بقى من الافلام اللي انت عاملاها دي عشان قديمه قوي. والله العظيم ما افلام. عندك دليل ضده؟ لا يا يوسف ما عنديش. خلاص يبقى تمضي. يلا يا دلال امضي قبل ما الحاج يجي ويقول لي هي ايه اللي جابها هنا. يلا يا دلال، انت لسه خارجه من المستشفى؟ طب يلا عشان لبطنك، عشان انت مش حمل المرمطه دي وصحتك على قدك. يلا. ايوه عشان كمان اقول لك ازاي نمنع جوازه الحاج اللي قلبي بيقول ان هي على البيبان دي. ازاي يا يوسف؟ هقول لك، امضي بس الشيك التاني. ايوه امضي بقى الشيك التاني. يلا. ما لقيتش غير زكي، ده اطهر قلب في الوكاله. انا هطلب ايدك. هتطلب ايدي من مين؟ من دوسه. واشمعنى دوسه؟
لو انت عندك حد تاني قوليلي. ومين قالك ان انا هواف؟ وانت طولي يا وحيد، يعني انا مش وقته نتكلم في موضوع الجواز ده دلوقتي يعني. طب اقول لدوسة وهي تفكر معانا؟ مش عارفة بقى يا وحيد، انا بقول يعني تحلي مشاكلك الاول وبعدين نشوف موضوع الجواز. كل حاجة هتتحل يا جنة، كمال وإيهاب واقفين معايا وده مقويني. أنا حاسس إن الخوف اللي جوايا بدأ يخاف مني. وحيد ودي الأطباق السفرة يلا. أنا عايزك في موضوع أدوسة. أنا هودي الأطباق. خير يا وحيد؟ أنا عايز أتجوز جنة. إيه؟ تتجوزها؟ بنت غلبانة وطيبة وإحنا عشرناها وطلعت بنت حلال. طب يا ابني الوقت مش مناسب عشان نتكلم في الموضوع ده؟ ليه مش مناسب؟ طب انت دلوقتي عارف الحاج سيد لو اتكلمنا معاه يا ترى بقى هيوافق ولا لا؟ ولو قلنا له هيقول ايه؟ مش فارقه. يعني ايه مش فارقه؟ طب انت سالت نفسك لو انت اتجوزتها هتعيش انت وهي فين؟ طب ده حتى حته الاوضه المتويات بيشاركك فيها حسونه. هنلاقي حل يا دوسه. طيب حاجه تاني، طب افرض بقى لا قدر الله حصل بينك وبين الحاج سيد اي مشكله، هتاخدها وتعيش فين؟ دي بتخوفيني يا حبيبي. انا مش بخوفك، انا خايفه عليك. انا اكتر واحده في الدنيا دي كلها بتحبك واتمنى انك انت تعيش سعيد ومتهني، بس بقى يا ابني الظروف اقوى مننا. اكيد هنلاقي حل اكيد. ممكن ادخل؟ ما تقابلنا اخر مره وانت مختفي، لا بتطمني عليك ولا بتطمن عليا. هو انت ليه بتعمل كده؟ ليه دايما عايزني ازقك زق عشان تبقى جنبي؟ انا اسف، الدنيا كانت حواليا زحمه ومش عارف اخلص من مشاكل كتير. قلت لك قبل كده لو عايزني اساعدك تخلص من مشاكلك انت اللي رفضت. هو انت ليه عايز تحارب لوحدك يا كمال؟ احنا خلاص ما بقيناش في زمن الابطال. معلش يا لقاء، انا سبق وقلت لك الحب عايز واحد دماغه رايقه وما فيهاش مشاكل. وانا عايز ابقى جنبك، اللي بيحب حد بيبقى جنبه تحت اي ظرف. سيبك من المشاكل كلها يا كمال، ارميها ورا ظهرك، نبتدي من اول وجديد، انا وانت وبس، صفحه بيضة ما فيهاش اي نقط صلب، حياتك عندي ما في حاجه مستاهله. حق امي وسنين عمرها اللي ضاعت، حق واحد اخويا واللي بيني وبين سيد الدقاق وكل اللي خبطني في حياتي، اهرب واسيب ده كله. سيبها يا كمال، سيب كل المشاكل ورا ظهرك، انت مش بتهرب على فكره. أنا متأكدة إن لو والدتك كانت عايشة كانت هتقول لك ابعد عنه، ابعد عن الناس دي، ابعد عن الوبا اللي هم عايشين فيه ده. تعالى نبتدي من جديد أنا وأنت. كمال أنت أنقى منهم بكتير قوي، الحرب دي أنت مش قدها ولا أنت بطلها. طب والحاج جاد وشكوا فيا بعد ما ساعدني؟ أنا خايف ما يصدقش إن علاقتنا كانت بريئة وأنت على ذمته. شيله من دماغك، جاد خلاص انتهى من حياتي ومش فارق معايا. أرجوك بقى يا كمال ما تدورش على حجج، ما تبقاش سلبي. طب وعلاقتك بابويا والبزنس اللي بينك وبينه؟
هتسيبي كل ده وتبداي معايا من جديد؟ انا مفيش حاجه بيني وبين ابوك. صحيح هو كان بيجري ورايا بس انا كنت جنبه عشان بحاول اساعدك، والبيزنس اصلا ما يهمنيش في حاجه. طب وحقي الفلوس؟ الموضوع مش بالسهوله دي. احس ان انا قليل قوي قدام نفسي لو ضيعت حقي. يا اخي تصرف الفلوس بقى، هي الفلوس عملت لنا ايه؟ قست قلوبنا على بعض وبس، خلتنا نحارب بعض. كمان كفايه عشان خاطري بقى يا كمان. تعالى حبيبي انا وانت نبتدي من اول وجديد. تعالى نفرح، نحلم، نحب بعض، المستقبل لسه قدامنا. انا مخنوق، مخنوق مش عارف اخد قرار. أرجوكي بلاش تضغطي عليا أكتر من كده. أنا بضغط عليك؟ بص يا جمال، دي آخر فرصة بيني. عشان خاطري تعالى معايا نروح للمأذون دلوقتي ونخلص كل حاجة. نفسي أتجنن زيك وأعملها. أنا ما أنكرش إن أنا من أول ما شفتك انتي صورتك قدامي طول الوقت. ايوه انا بحبك يا رقاء، بحبك وعايزك، لكن في حاجه مكتفاني مش عارف هي ايه، بس دايما مخلياني متردد وخايف اخد قرار. نرجع للباب عليك. يعني مفيش فايده؟ انا اسف، آسف بجد. أنا مالي ما بقتش عارف آخد قرار ليه؟ أقسم بالله بحبك. يمكن أنت صح، بس بيتهيألي استنى شوية لحد ما موضوع جد ده يتنسي والدنيا تهدى. ماشي يا معلم شعبان، ماشي أنا هتصرف وأبعت لك زكي. بس بقول لك إيه، البضاعة تبقى عندي النهاردة بكتير والله كرامك. ماشي، بالسلامة. بالسلامة. إيه ده يا باشا؟ معقول تاخد بضاعة بالكمية دي وبالفلوس دي غمية دي كده من غير ما تشوفها؟ وبعدين الموبايلات المضروبة دي مش سكتنا. أنت مالك؟ أنت مالك؟ انت بتعدل عليا ولا ايه؟ انت اتجننت؟ لا يا باشا انا ما اقصدش، انا بتكلم بس على الاسعار. يعني كان ممكن تنزل السعر عن كده، يعني تقول له الموبايلات دي مضروبه، البطاريات مغشوشه وممكن تنفجر في الناس، اي حاجه تقول له انها بتلوث البيئه مثلا. الايه؟ البيئه. بيئه ايه يا بيئه؟ انت اللي بتقول بيئه. لعلمك بقى الموبايلات دي متقلده درجه اولى. يعني ايه ون؟ يعني ايه ون؟ وبعدين احنا مالنا احنا ما تنفجر ولا تهرت البنيله؟ احنا مالنا احنا؟ الله، احنا في الشغلانه دي كوميسيون جايه، يعني سلم واستلم، يعني ايه بش واجري، فهم؟ يا سوبد. ايه؟ سوبد يا غبي. بتكتب ايه يا وحيد؟ ولا حاجه. ولا حاجة ازاي؟ قول لي يمكن اعرف اساعدك. قصة زي كل القصص اللي كتبتها وركنتها. وتركنها ليه يا وحيد؟ ليه ما حاولتش تديهم لحد يقراهم ويقول لك رأيه؟ سمر ساعات بتقراهم بتقول حلوة. طب وريني كده. الحل الأخير ده عنوان القصة؟ بس لسه ما خلصتهاش. بس برافو عليك يا وحيد، ده عنوان قوي بجد. بتحكي عن ايه بقى؟ عن واحد ملوش حد في الدنيا ودايما حاسس بالظلم، مش لاقي طريقة يمنع بيها الظلم ده. بس أكيد في طريقة يا وحيد. إزاي؟
يعني البطل المظلوم بتاعي ده لازم يدافع عن حقه، لازم يستغل اي فرصة حتى لو فرصة صغيرة قد كده عشان يجيب حقه. يا وحيد، الحق ما بيجيش غير لما بتاخده بايديك. انا مش ببص لها من الناحية دي. غلط يا وحيد، غلط. انا لو مكان بطل الحكاية بتاعتك دي كنت اعمل اي حاجة ممكن اعملها المهم اوصل لحقي. اوصل يا وحيد. ما هو ده اللي انا بدور عليه، الحل الاخير. برافو عليك يا وحيد، هو ده. طالما بتدور على حل مشاكل بطل قصتك اكتب. عايز اسألك سؤال، هو انت ليه في الفترة الأخيرة بقيت مهتم بيا وبمشاكلي؟ مش عارف يا وحيد، يمكن الدم بيحن مثلا؟ يعني انت مصدق ان انا اخوك؟ ما اكدبش عليك بنسبه كبيره يا وحيد، لكن مش مهم. انا ازاي نثبت ده للناس كلها؟ ازاي نعري ابوك قدام الكل؟ صدقني يا وحيد، ده مش هيتم لما نعمل تحليل الدي ان اي زي ما قلت لك. ما هو بوقفتكوا جنبي هنقدر نعمل كل حاجة، وربنا هيوفقنا إن شاء الله. أنا جاي دلوقتي علشان أقول لك إن النهاردة افتتاح الجورنان الجديد بتاعي، كان لازم أعدي عليك. أنت عارف بتفائل بوشك. لما أمسك الجورنان ده وحيد هخليك تكتب كل اللي نفسك فيه. يعني أنا هبقى صحفي زيك؟ وهتبقى أحسن مني كمان. بس ده كان افتتاح تحفة. الحمد لله يا رب. أنا حاسة إن إحنا حطينا رجلينا على أول الطريق. أنت عارفة يا ريما، رغم حالة الإحباط اللي الواحد كان فيها بسبب اللي حصل لنا في الجورنان القديم، بس أنا حاسس إن أنا اتغيرت، حاسس إن بقى في شيء إيجابي. عموما أنا متشكر قوي كل اللي حصل لي ده بسببك. طبعا يا أستاذ ليا الفضل، وديك بقيت أصغر رئيس تحرير. يلا بقى، عايزين نشوف صوت الشارع ده يبقى أكبر جورنال في البلد. أنا مش بتكلم عن الشغل بس، أنا بتكلم عني شخصيا، في حياتي، في البيت حتى. حاسس إن أنا بقيت إيجابي أكتر. أنا بقيت بقول رأيي في حاجات بعد ما كنت زمان بقول ياكش تولع. بمناسبة البيت، مفيش أخبار جديدة عن أخوك اللي باباك مش عايز يعترف بيه؟ قصدك وحيد؟ وحيد ده بالذات بقى، عمري ما كنت متخيل إن أنا أقف جنبه كده وأسنده وأخطط له علشان إزاي ياخد حقه. انت بطبعك يا ايهاب ما بتحبش الظلم، عشان كده انت واقف مع وحيد ضد ابوك واخوك اللي بيمثلوا لك الظلم زي ما بتعمل في مقالاتك وتحقيقاتك. جايز يا ريما، هي فعلا المبادئ ما بتتجزأش. تعرف ان وحيد ده فعلا بيمثل بالنسبه لي الشخص المقهور، ويوسف والحاج بيمثلوا الظلم. عندك حق، واحنا هنقعد نتكلم كده كتير عنه. وسايبينك كده احكي لي شويه عن نفسك، أخبارك إيه؟ عايشة ومتعايشة. أخبار خطيبك إيه؟ أنا إزاي لغاية دلوقتي ما شفتوش ولا تعرفت عليه؟ هو لهو خفي ولا إيه؟ أنا مش مخطوبة يا إيه. أنت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ مش مخطوبة إزاي يعني؟ مش مخطوبة. قصة عملتها عليك عشان أخلص من زنك وقرفك وأفكارك الرجعية. بجد؟ يعني أنت عايزة تقولي لي إن الفترة اللي فاتت دي كلها أنت بتقولي لي وأنت أساساً مش مخطوبة؟ أنت بجد إنسانة محترمة. انت عارف يا ريم، انا عمري ما تخيل ان حياتي كانت من غيرك هتبقى عامله ازاي. كنت كل ما افكر ان انت هتسيبيني ما كنتش مصدق. حتى الشغلانه الاخيره انت السبب فيها. يا عم بلاش مبالغه قوي كده. انت عارفه انا ما بجاملش حد. بجد انت نموذج للانسانه المحترمه اللي بتحافظ على نفسها، وشرف لاي حد انه يرتبط بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معلش قطعت عليكم خلوتكم بقى. ايه اللي اخرك كده يا حاج؟ احنا مش عايزين ناكل لما تيجي. انت عارف ايه بقى، اليوم ده يوم جميل، تلموا عليا بقى صحفيين ومصورين وهكذا. طبعا حقك، مين قدك؟ ويا ترى بقى قلت كلام حلو ولا عملت ايه؟ ايه اللي قلت يا ريم؟ ده انا قلت كلام كتير جدا ولسه هقول. مبسوط بالتجربه يا حاج جد؟ مبسوط.
ده انا مبسوط ومزقطط. ايوه بقى كده عشان نكشف المستور. بس المهم ما نفتريش على حد. ايوه بس برضه نوقف المفتري عند حده. قصدك مين يا حاج؟ يوسف اخوك. ماله؟ هو قص الفساد. وانت في حاجه تعرفها عن يوسف انا ما اعرفهاش يا حاج؟ يوسف اخوك بيلعب في الممنوع وبيلعب من ورا ظهر ابوك، وابوك برضه بيلعب في الممنوع، وهما الاثنين ان شاء الله هيقعوا. بعدين خلي بالك يوسف وكل مخ ابوك عشان في الاخر يكوش على الوكاله. ما تقلقش يا حاج، احنا واخدين بالنا وعاملين تكتل ضدهم، وان شاء الله احنا صاحيين لهم وهنعرف نكشفهم كويس. مين معاك؟ معايا كمال الوحيد. خلي بالك من كمال، الواد ده مش سهل. على فكره يا حاج انت فاهمه غلط، كمال ده طيب جدا والايام هتثبت لك انه بني. يا سيدي لا تكتشف ان انا بريء وانا متهم، انا مش فاضيه دلوقتي، انا بقيت راجل صحفي كبير. المهم اخبار وحيد ايه؟ والله يا حاج وحيد ده حكايته حكايه، بس يظهر ان احنا لازم نعمل له تحليل الدي ان اي ده علشان نثبت نسبه، ومفيش حل غير كده. يبقى نرفع قضيه بقى على السيد الدقاق، وانا تحت امرك يا هاب، من جنيه لمليون. معلش يا ايهاب قلقتك وخليتك تسيب شغلك. ولا يهمك يا دلال، خير في ايه؟ ابوك يا ايهاب. ماله؟ هو حصل له حاجه ولا ايه؟ هيتجوز. اتجوز؟ اتجوز عليكي؟ وعرفت منين الكلام ده؟ بقاله فتره متغير من ناحيتي وانا في المستشفى اتاكدت. ايوه دلال، بس ظنك لوحده مش كفايه. ده حطت عينه عليها من زمان، ويوسف كمان قال لي. لا طالما يوسف قال لك يبقى صدقيه، ده اللي حافظ كل تفاصيله. ويا ترى بقى مين سعاده الحظ اللي حطت عينه عليها دي؟ لقاء. لقاء مرات الحاج جاد؟ طليقه الحاج جاد. بس هو ما قاليش. وانت في بينك وبينه كلام؟ اه طبعا، الحاج جاد من الناس المساهمين في الجرنان الجديد اللي بشتغل فيه. وانت ايه رايك؟ رايي احنا لازم نمنع الجوازه دي باي ثمن. هتعمل ايه؟ يا عم بلا مشغول، مشغول على مين؟ انا انت بتعمله فيها؟ مشغول على مين؟ مشغول على يوسف الدقاق. اهلا اهلا بالدقاق الصغير. الصغير ها؟ الصغير بقى بيكبر يا جاد. نورتنا يا ده يوسف. نورتك. نورتك اهو، بتقولها بلسانك. طب لما انا نورتك، عايز تظلمها عليا ليه يا جاد؟ ظلمتها عليك عشان بتحب الظلمة، وبتحب تلعب فيها. زي الخفافيش. خفافيش ايه وظلمة ايه؟ وايه الكلام الاخاني اللي انت بتقوله ده؟ يا عم تبعد عننا يا عم، الله لا يسيئك. يا عم ما تجدد استرزق، وانت كمان استرزق بقى. الله ما تخافش شغل التسليط وخراب البيوت ده. استغفر الله العظيم، تسليط ايه؟ انا بحميك يا يوسف وبحمي البلد. ايه؟ بتحمي ايه؟ بتحميني وبتحمي البلد؟ قولها تاني والنبي، كيفني وداني، بتحمي مين؟ بحب البلد. الله، وانت تحب البلد تقوم تاخر البيت اللي جايبينه انا؟ البضاعه اللي اتصدرت دي فيها شقه عمري، انا كنت هرفع عديد بسببك. ما انا ما اسمحلكش يا يوسف تروح تجيب بضاعه ملهاش اصل ولا فصل وتبدر بيها البلد. انا لو اخويا عمل كده هحبسه، واي حد شريف يخاف على البلد يبقى صاحب البلد. يا عم ايه الكلام اللي انت، يا عم الحاج ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين ايه الدليل بقى اللي انت ماسكه ان البضاعه دي مش مظبوطه؟ يوسف يا دقاق، انا مش صغير، انا جدي المنياوي، عمري كله راح في التجاره وفي السوق، واعرف كويس قوي الورش اللي تحت السلم في الصين والبضاعه المضروبه اللي بيعملوها. واحنا بقى بضاعتنا كلها سليمه يا جدي يا منياوي. والتليفونات المضروبه اللي جبتها اللي بتدمر خلايا المخ، انا مش هسمح ابدا ان اهل بلدي يموتوا بسبب طمعك. بقول لك ايه، ابعد عن المشوار ده، ابعد عنه احسن لك، عشان الهيلمان بتاعك ده كله وشغلك ده كله هفركشه لك. سلام. الله الله، انت جاي تهددني في مكتبي؟ ماشي ماشي يا يوسف يا دقاق، انا هتصل بسيد دقاق الكبير، هطلبه بالتليفون دلوقتي عشان يشهد ما بيننا مين فينا الغلطان. يا عم هو الحاج ماله مال المشوار ده؟ الحاج مالوش صالح فيه الموضوع ده، انا اللي مصدق فيه بتاع ناس اصحابي كده، وهما مصدريني وقايلين لي ان انا لاقوا بيه. طب روح قول بقى للناس اللي مصدرينك انت فيه، قول لهم ان جاد المنياوي وراهم وراهم، ومش هسيبهم ابدا.
قلت ايه يا عمي؟ يا يوسف يا ابني انا حاسس انك مستعجل شويه. مستعجل ايه بس يا مواف باشا؟ ما تحضرينا يا حماتي، ما تحضرينا، انتوا مش عايزين تشوفوا ولادها ولا ايه؟ اذا كان عليا انا مش فارقه، تتجوزوا دلوقتي بعد سنه مفيش مشكله، الموضوع في ايد ندى، هي اللي هتحدد. قلت ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه، انا كنت بقول يعني نخلي الفرح بعد 6 شهور. نخليهم بعد 5 شهور، اوكي يا بيبي؟ هم اسبوعين مفيش غيرهم. لا 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 لا، اسبوعين ده ايه؟ دي ندى لازم تاخد وقتها، وبعدين ما تنساش ان انتوا لسه ما اخترتوش هتعيشوا فين. هتعيشوا هنا طبعا، ما ينفعش ندى بنتي الوحيده تعيش بعيد عني. يا ستي وماله، ما حد قال حاجه؟ بس هي توافق. بس انا يا بيبي محتاجه شويه وقت. خلاص 3 اسابيع. قلتوا ايه؟ 4 months minimum، اوكي يا بيبي؟ 4 اشهر؟ الله، انا مش فاهم انت بتاخري جوازنا ليه كده يا حبيبتي. اولا يا بيبي انا محتاجه شويه وقت عشان اجهز، ثانيا وده الاهم، انت قلت لي انك مسافر الصين الشهر الجاي صح؟ مظبوط. بس انا يعني كان نفسي تبقى سفريه عائلي. مش هينفع، احنا كده كده مسافرين باريس. اخبار لقاء يا حاج؟ ايه اللي يا حاج؟ وايه لزوم السؤال الماسخ ده؟ قصده لقاء. لقاء مرات الحاج جاد. قصدك طليقته؟ طليقته ايه؟ دول كانوا لسه معانا مع بعض في خطوبه يوسف. ما هي اتطلقت بعد الخطوبه يا سمر. ايه اللي لقى واتطلقت؟ ما احنا مالنا مال الموضوع ده؟ اصل انا يا حاج سمعت انها هتتجوز قريب. وانت مالك؟ تتجوز اما تتجوزش يعني، حطيت على دماغك ليه يعني؟ يا عم استنى لما تعرف بس مين العريس الاول. مين؟ كمال؟ اشمعنى كمال يعني؟ يعني السؤال الوحيد يعني اللي في بينهم كلام كده وعلاقه وبتاع. ايه؟ علاقه في عينك منك له؟ انتوا تخلصوا خالص مفهوم؟ يا بابا في ايه؟ هما ما قالوش حاجه تزعل حضرتك بالشكل ده. مالك يا حاج؟ اتحمقت كده ليه لما جت سيرتها؟ يوه، انا سايبها لكم وماشي جاتكم المصايب. انا مش فاهمه حاجه. بابا هو انت هتتجوز لقاء؟ بابا بول لما يشرتحك، انت مالك انت يا بغلي يا حمار؟ ما جاوبني وخلاص، ولا هي كلمة الحق بتزعل؟ عنده حق، هو ما غلطش يا حاج، وكلنا نشهد بكده. الكلام ده صح يا سيد؟ صح ولا مش صح؟ ما حدش ليه عندي أي حاجة، وأنت بالذات. أنت بالذات واخدة حقك تالت ومتلت، وعايشة عيشة أهلك ما كانوش يحلموا بيها. عايزة مني إيه؟ وأنت يا جدع أنت؟ أنت قاعد عرفني ليه؟ قاعد في البيت ليه؟ ما تسيبني وترحل. ده بيت يا حاج، بيتنا كلنا، ما حدش هيمشي منه. وبعدين امي موصياني قبل ما تموت الله يرحمها ان احنا ما نسيبش البيت ده. طيب لعلمكم بقى، عشان ما حدش يقول ان انا بداري ولا مش بواجه، انا العريس. يا نهار اسود. ايوه انا هتجوز، اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه الباب يفوت جمل. لا 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 مش كده يا حاج، ما تحرقش دمك امال. الله، وبصراحه بقى عدال عيب وازح، ومن قلبي الف مبروك يا حاج. طب 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 انا كمان هتجوز جنة.